فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المصلين إذا دخل المسجد وقد بقي على الإقامة شيء يسير يظل واقفا حتى تقام الصلاة، ثم يدخل معهم مباشرة في الصلاة، فهل فعله وانتظاره صحيح؟ نعم، كانت الإقامة قريبة إنه يقف وينتظر حتى تقام الصلاة، أما إذا كانت الإقامة تتأخر فإنه يصلي تحية المسجد، يصلي تحية المسجد ويجلس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.